أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بحل المجلس البلدية ومشروع مرسوم آخر بتشكيل لجنة مؤقتة للقيام باختصاصاته. وفي اجتماعه دان مجلس الوزراء الحادثين الإرهابيين الأخيرين في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، مؤكدا موقف الكويت المتضامن مع الشقيقتين في كل ما من شأنه تعزيز أمنهما وسيادتيهما.